مكامن الطاقة في البحر المتوسط ولهاث أردوغان للاستيلاء عليها. قضية ترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط ليست بجديدة، فقد بدأت الخلافات منذ عام 2013 عندما اتفقت كل من مصر وقبرص وإسرائيل على إعادة ترسيم الحدود البحرية. بموجبه تم العمل في حقل ظهر للغاز الطبيعي الواقع قبالة السواحل المصرية، وهو ما أثار حافظة تركيا والتي رفضت هذه الاتفاقية وحركت قوتها البحرية لمنع أعمال قبرص الاستكشافية سعيا منها للاستيلاء وحدها على مكامن الطاقة شرق المتوسط. بدا ذلك جليا عندما أبرمت اتفاقا مثيرا للجدل مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية لترسيم حدود بحرية بين البلدين، والتي لاقت رفضا من الدول المتشاطئة خاصة اليونان التي تعدت تركيا على حقوقها السيادية في مياهها السيادية. وفي شهر حزيران الماضي وقعت إيطاليا واليونان اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لتقطع هذه الاتفاقية الطريق على اتفاق أردوغان والسراج. ووقعت اليونان ومصر في أغسطس آب 2020 اتفاقية حول ترسيم حدوديهما البحرية، ما دفع تركيا لرفع التوترات في مياه المتوسط. تركيا زادت من انتهاكاتها لسيادة اليونان وقبرص في مياه منطقتهما الاقتصادية بعد فشل جميع محاولات الوساطة، ما دفع إلى تحركات عسكرية بين اليونان وتركيا. فهل باتت المواجهة العسكرية بينهما حتمية؟ هناك رغبة ومساعي خجولة من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو لنزع فتيل الأزمة بالطرق السلمية، وهي ليست بوارد التورط بمواجهات عسكرية تجر الأمن الدولي إلى عواقب وخيمة. لكن كما العادة جرت، يخرج أردوغان ليدلي بتصريحات دونكوشوتية لا تخلو من التحدي، وأنه لن يتراجع عن مواصلة العمل في الاستكشافات عن مكامن الطاقة في المتوسط. ما هو دور الاتحاد الأوروبي في هذا الصراع؟ مراقبون يقولون إن الاتحاد غير مؤهل للتوسط، لأنه لا يملك موقفاً موحداً تجاه أزمة شرقي المتوسط وتداعيات سياسات تركيا. فألمانيا تحاول أن تكون حيادية وتلعب دور الوسيط بين اليونان وتركيا، أما فرنسا تحشد وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط وأرسلت مقاتلتين وسفينتين حربيتين للمنطقة، لما تدركه من حجم مخاطر سياسات تركيا في شمال وغرب أفريقيا. بعد التحشيدات العسكرية اليونانية وإرسال فرنسا للطائرتين إلى قبرص، تراجع أردوغان عن تصريحاته النارية واعترافه بأن الحل الوحيد لحل النزاع مع اليونان هو الحوار. ما يقوم به أردوغان في الوقت الحاضر هو سياسة قديمة متجددة للخروج من الأزمات الداخلية التي تعيشها تركيا اقتصاديا وسياسيا. وبات مرجحا أن يستمر نظام أردوغان بهذا النهج من السياسات الاستفزازية. فهل بات المطلوب الآن إيجاد سياسة وإجراءات دفاعية رادعة ضد أردوغان في شرق المتوسط وفي ليبيا وفي العراق وسوريا ودول أخرى؟ أم المطلوب اللجوء إلى مجلس الأمن والدخول في مفاوضات وتعهدات بعدم تكرار الانتهاكات والاستفزازات في شرق المتوسط؟ علما أن أردوغان لا عهد له ولا ذمة. بدا ذلك جليا عند انتهاكه لتعهداته في مؤتمر برلين بعدم إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، وقبل ذلك في سوريا.